Break it off. Yeah. I just wanna see you take it off. T-Swift that shit, yeah, shake it off. Are we gonna take a trip? Taking off, oh yeah. Lay you down. I just wanna be your body now. Show life's too short, I'm from out of town. So we better get to work, yeah, working out. I get blacked out too easy. Ever since I was 16, wait, ever since I was 15. Oh shit, maybe sometime in between. I just wanna create some memories before I die this century. Fuck that advice to the enemy. Yo, do you believe in destiny? When the sun goes down tonight, there'll be one. انا طالع على رجاله واحد عاوزنا نسرق من الفيسبوك. تعرف تعملها يا ادم؟ طبعا يا كبير اعرف اعملها، بس بقول لكم ايه، قبل اي حاجه حطوا ايدكم هنا. قبل اي حاجه احنا اخوات، والسكه اللي ماشيين فيها دي هيجي يوم وهنبطل. عن ايه؟ هنبطل. عن ايه؟ هنبطل يا كبير. يا صاحبي احنا نلعب على الحوش، ولو اتغلبنا زي كل ما ينفعش يا ابراهيم. في ايه؟ بضاعتك وصلت؟ تمام، بعد لك واحد من الرجالة تديله فلوسي كلها. سلام. راحت منه الحال. حاضر يا باشا. اخويا يا ابن الكلب. يا نهار اسود يا نهار، الواد مات. جدع يلا جدع، الواد مات. جامبو عايزنا في عملية بس خطيرة شوية. بجد الجامبو عايزنا احنا في عملية؟ كلمني امبارح مقومني بعملية كبيرة قوي. العملية دي لو عدت انا عدي. تمام؟ طب تمام، طب هي ايه العملية؟ جايزوا بس انتوا القعدة، بس اللي اقول لكم عليه تمشوا عليه. العملية دي هتبقى خطر، لازم كلنا ناخد بالنا منها، عشان اي غلطة كده ولا كده كلنا هنضيف. تمام؟
وين الفلوس؟ وريني بس البضاعة الأول. وين فلوسك؟ مش هتطير من بعض. البضاعة هذه. خيانة! خيانة! هات ولد الكلاب دول! ايه رايكم في العمليه اللي فاتت يا رجاله؟ لا ده كده تمام كده تمام كده يا الدنيا تمام ماشي يا طب اجهزوا بقى عشان في عمليه قتل هي في مهمه قتل من كده العمليه دي عمليه العمر هي اللي هتعيشنا ملوك بعد كده العمليه الجايه هتبقى مع اخطر تاجر مخدرات في مصر الداخليه كلها بتدور عليه طب ايه بقى المطلوب مننا؟ كل المطلوب منكم ان انا معايا فلاشة عليها السيستم كله بتاع الراجل ده وطبعا في واحد فيكم بيعرف يترجم في الحاجات دي العبيد ده بيعملها يبقى كويس تمام كل المطلوب منكم ان تهكروا السيستم ده وتحولوا فلوسه على حساب كله تمام استنى على الشباب دي تعرف تعملها يا ابني ولا تودينا في داهية؟ ولا على حسب المعلومات اللي هنا هعرف اعملها فربنا يستر ما لو فيها خطر بلاها احسن ربنا يستر وعجبك اتكل على الله يلا كده احنا سحبنا 25 مليون جنيه في الحساب بتاعنا بجد والله ربنا عملنا اغنيه كده ده اكبر مهمه عملناها في حياتنا اول ما عملناها في حياتنا منهم لا انا عايز ان اروح التجمع نسرق جنبك جنبك كرب يا لا مالك انا فكرت الحساب بتاعك خلص فلوس اللي عليك انت بتقول ايه بس احنا عرفنا رقمهم على طريق جي بي اس مين العيال دي فرقك هنا معانا طب انا عايز العيال دي بخلال 24 ساعه عايشين او ميتين ماشي ايه ده في ايه يا عم الناس عرفوا ما عارفين ان احنا سحبنا الفلوس من على الحساب وعرفوا المكان اللي مش عايز اسود طب كده ايه ولا احنا كده اتحطينا على الشلاح احنا لو ما مشناش دلوقتي هيطلع عنا دلوقتي عرفوا مكان العربيه بس طب يلا حبيبي
اخواتك فين يا مو؟ بالذوق كده وبالعقل عرفنا اخواتك فين بدل ما نعرفك بطريقتنا. اخواتك فين؟ انت كده كده هتقولي اخواتك فين؟ لا معرفش. هما طلعوا عجبه والله معرفش فين؟ معرفش. طب اقول لك اخواتك تتمشي فين ولا تموت هنا؟ والله العظيم ما اعرف هما فين. والله ما اعرف اخواتك فين؟ يوم ما بيجي لحد ما تقول له سلام. ما بيودش. هنعمل ايه بتاعك كده ليه؟ مفيش الا حل واحد. اللي هو بقى؟ رجعه الفلوس تاني. طب ما يلا انت قاعد ليه بالدود اللي فيك ده؟ انا شايفك بقى ما اشوفك يمكن يرد ولا حاجه. الناس عايزينك تحت البيت. ناس مين؟ 3 كيلو. طلع عمري بسرعة. بقولك ايه؟ فلوسك ورجعت لك حسابك، والحوار ده كله جامبو اللي كان موقعنا فيه. الفلوس بتاعتك رجعت لك، احنا مش عايزين منك اكتر من اخونا، حاجة تاني مش عايزين نتعامل معاك. بص كلامك؟ طب بص بقى، انا فلوسي وكده كده عارف ان هي كده ترجع لي ورجعت لي. لو ابتدينا الفيلم سوا، يعني ايه سوا؟ جنبه كان نصب عليها فلوس، وفلوسها هتهرب بره مصر كمان يومين. وانا عايز اخد جمهور الفلوس دي. تجيب لي الفلوس دي مقابل انك تاخد اللي هو ازاي ده يعني؟ مش فاهم ازاي بقى. دي حاجه بتاكل كل بتاعتي. تمام ماشي، فلوسك وهترجع لي، بس اخويا لو اتلمس انا شرح حد فيه ومن غير سلام، عشان عمر ما هيكون في بينا سلام اصلا. ازيك يا يوسف باشا؟ اسمعوا انتوا سلموا نفسكم بقى يا ابني. انا عارف ان انت اللي ماسك القضيه بتاعتنا، بس انا عندي عرض ليك هرقيك. ايه هو العرض؟ انا عندي عرض ليك هخليك تبعد عننا خالص. وانا معاك. طلبته مننا خلصنا هولك. عايز اخويا بقى. ويلكم تو ايه؟ عملت الصح.